السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي المغاربة، تحية لكم. تحميمة واش من تحميمة خوتي، هذه غزالة تحميمة، خليكم معايا الله يعطيكم السر واحد الدقيقة إلا جات على خاطركم عافاكم. تحية كبيرة للمشاهدون. الله زعما بيني وبينكم هاد السر الجديد ديال عين الله جينا نكتشفوا فيه الجمال. يا تحية كبيرة للمشاهدون اللي تيشاهد هذا الفيديو يدير لنا لي لايك ويدخل لنا الاشتراك معنا في القناة وتبعوا معايا حتى للتالي. فاس الجمالي ديال فاس والمسبح الكبير الجميل هذا راه المسبح ديال العوينة ديال عين الله مدينة فاس. اللي بغى يجي من طنجة للويرة مرحبا بكم، وحتى الجالية المغربية مرحبا بكم في بلادكم. معنا واحد الأخ العزيز راجل طيب. السلام عليكم. طيب 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 دابا لي زامي اللي تيشاهدوك شنو تتقول لهم؟ تنقول لهم بان المغرب ما كاينش بحاله صراحه. الحمد لله. ودير لنا لي لايك لخوك ناصر اسباس طرياني. لي لايك وبارطاجيو بارطاجيو. وانتم تشوفوا الاخ ديالنا جال عين الله مدينه فاس. اي لاف يو المغاربه والشعار ديالنا هو الله الوطن الملك. تحيه كبيره للمشاهدين. يا سلام مره عام. الحمد لله سالينا خوتي. هذا الفيديو المقطع التالي اللي تيشاهد هذا اللايف هذا بالرجوله ديالنا لي لايك. تشوفوا النقاء والاناقه الحمد لله. تحيه للمغاربه السك. ديروا لنا لي لايك وابوني وبارطاجيو الله يخليكم فضل الله يسقنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوتي المغاربه.